نبقى في هذا الملف، لينضم إلينا الآن رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل. أهلا بك دكتور عماد معنا في النشرة. الخامس عشر من تشرين الأول موعدا سيكون لإجراء قرعة موظفي الاقتراع، كم الأعداد التي ستخوض هذه القرعة، وأيضا متى ستبدأون بعمليات تثقيفهم على آليات التصويت؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. في الحقيقة يوم 15 ستجري عملية القرعة لاختيار موظفي الاقتراع، وما تقدم من طلبات للمشاركة في هذا اليوم تجاوز 1 مليون طلب تقريبا، معظمهم من موظفي الدولة وطلبة الجامعات والخريجين، وهذه الفئات المشمولة في كوادرنا القادمة لإدارة عملية الاقتراع. وبعد إجراء عملية القرعة واختيار ما يقارب 250 ألف موظف، وهذا العدد اللي راح نحتاجه بيوم الاقتراع لإدارة المحطات، في الحقيقة ستبدأ عملية التدريب أو تشكيل الهرم التدريبي، وبذلك ستكون المحاكاة نهاية هذا الشهر، والغرض من ذلك لإشراك موظفي الاقتراع في عملية المحاكاة وتطبيق التدريب على هذه الأجهزة في سبيل أن تكون العملية دقيقة في يوم الاقتراع، ونتحاشى عملية الأخطاء والتوقفات لهذه الأجهزة وبأقل ما يمكن. طيب أستاذ عماد، الحديث أكثر عن عملية المحاكاة الثالثة التي تجرون استعدادات مستمرة لإجراء هذه العملية، ماذا عن العملية الأولى والثانية؟ هل أفرزت نتائج إيجابية؟ وكيف تجري الاستعدادات لإنجاز المحاكاة الثالثة؟ نعم، العملية الأولى في الحقيقة كانت اختبار لتدريب موظفي المفوضية على هذه الأجهزة وواجهات هذه الأجهزة وبرمجيات هذه الأجهزة، وفي الحقيقة نجحنا في ذلك سواء كان في عمليات التصويت الخاص أو العام. أما المحاكاة الثانية فالحقيقة كانت أهم من المحاكاة الأولى، لأن تم إضافة إلى نقل البيانات أو نقل النتائج عبر الوسط الناقل إلى السيرفرات، وتم ذلك. وفي الحقيقة كانت هنالك محطة في دار الضيافة وحضرها دولة رئيس الوزراء وبعض ممثلي الأحزاب وكذلك منظمات المجتمع المدني في باقي المحطات، والإعلام كان إلى تواجد، وجرت العملية في الحقيقة وشرحنا كل التفاصيل حتى التفاصيل السلبية اللي تواجهنا أثناء عملية الاقتراع وعمليات العدو الفرز، حتى أنه بعض المحطات أجرينا إشكالات بها بعملية التصويت ليكتشف المفوضين هذه الموظفين اللي موجودين في المحطات، وفعلا تم اكتشاف هذا الأمر وتشخيصه، وبذلك احنا المحاكاة استفادينا من عدها من عمليات التشخيص والفرق بين عمليات العدو الفرز الإلكتروني واليدوي. طيب، أمام المفوضية أقل من 3 أشهر، يعني هل هذا الوقت المتبقي يعني لموضوع موعد الانتخابات كافي لاستكمال المفوضية كافة استعداداتها من طباعة البطاقات من أوراق الاقتراع وغير ذلك؟ الجدول العمليات المفوضية ينجز حسب مواقيت محددة، والحمد لله لحد الآن احنا أنجزنا ضمن هذه المواقيت، وخاصة الأسس الأساسية اللي هي تسجيل الناخبين والمرشحين، والآن في قيد إكمال هذه العمليات، وقد تم تحليل بيانات الناخبين، والآن طباعة البطاقة البايومترية مستمر، وسيقوم فرقنا الجوال إن شاء الله في شهر تشرين الثاني بتوزيعها. أيضا ورقة الاقتراع الآن قيد الطباعة ويتم إكمالها وإرسالها للعراق توزيعها للمخازن. موادنا اللوجستية خاصة فيما يتعلق مواد الاقتراع الحساسة والغير حساسة الآن أيضا تنجز. المخازن لها القدرة الاستيعابية، مؤمنة أمنيا، خطة أمنية لوجستية في سبيل نقل هذه المواد وتوزيعها، كذلك الكاميرات، وهو هذا الحدث راح يكون مهم جدا في حيث راح يتم مراقبة العملية الانتخابية. هاي الكاميرات أستاذ عماد، عذرا للمقاطعة، هل أنجزتم نصب هذه الكاميرات بجميع مراكز الاقتراع؟ هل توفرت لكم التخصيصات المالية لإنجاز هذه الخطوة؟ نعم، هذه الكاميرات في الحقيقة لديها تقنية عالية وتم التعاقد عليها، والآن المفوضية تجهز بها، وعملية نصب هذه الكاميرات سيتم قبل أقل من 72 ساعة، ما يقارب 48 ساعة، لأن تعرف هذه المحطات مشغولة من قبل الطلبة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، ونخشى المحذور من تخريبها أو غيرها، وبذلك سيتم نصبها في يوم العطلة أي يوم الجمعة والسبت. الأحد راح تكون استعدادات كاملة، يوم الاثنين راح يكون عملية الاقتراع، وبذلك هذه المحطات راح تشهد نصب كاميرتين في كل محطة، نفس الغرض خوفا من تعطل أحد هذه الكاميرات، فالكاميرا الثانية تقوم بدور، راح يكون التسجيل صورة وصوت لكل الأحداث خلال عملية الاقتراع من الساعة 7 مساء حتى الساعة متأخرة من الليل بعد انتهاء عمليات العدو الفرز اليدوي وإعلان النتائج. وأيضا مراكز الاقتراع ستغطى الرقعة الجغرافية بكاميرات عدد 4 وعلى بوابة المركز، وراح تكون مراقبة دقيقة لعملية الاقتراع.
إذن كنت معنا رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.